أيوة. And and not الله the... الله المهم هذه ما تعرفيش تقول هذيك سعيد بن مكي ثقت علينا عافاكم شوية اللي ما جي شتي عافاكم عمرو محمد تحياتي اخاي بوش خالتو باش عمرو اي ما طرش المهم قبل ما نرضي قبل ما نعملوا شي حاجه اها بعدا كنشكروا تحيات زي العرب كنشكروا جمعيه الرعايه للاطفال المصابين بالتوحد على هذه الالتفاته وهذا النشاط انا ملي شفت الشتا البارح وقال لي النشاط اليوم قلت له زعمتي بزاف مع القيطون ساعة ربي يسر الامور داز الامور حتى الجو اليوم خير وقبل من هذا الشيء هذا بغيت نردي انا عندي واحد ولدي منصف صفيقة انا منصف صفقنا على سي منصف اجي جابوا لك عاطيني الوليدة في الدار ما فهمتش لا لا ماشي مشكلة هذا مزوقين بهم حضرتك تصور في التلفاز ولا الراديو هذوك الورود هذوك الطبق من الورود كي مزوقين بهم خشب هكا منصف ياك نعطي شي سميس يا ما منصف غادي يقول لكم شي كيتاتو حيت رجلك انا ربي حي يلا سي منصف وصفقنا على سي منصف هذا واحد راجع قصير بتوج مرة قصيرة ولدو العايل سيوا سماوه وين هذا واحد راجل طويل جوج بمرا قصيرة ولد العائلة كيتبدل كيلاص عندك الحريش يا هذا واحد راجل معصب مرا معصبة ولد العائلة ضرب في الطبيب قالوا بعد يدك انا عارف الطريق طلع له الذل كسار منه زيد هذا واحد راجل صفار جوج بمرا صفارة زي العرب ماشي ولد العائلة دويدة فتحوه سحنا يدرس برو خاتم الطبيب مش هاد خاتم هذا الطبيب هذا واحد أستاذ أستاذ رياضيات يلا هذا واحد أستاذ رياضيات جوج بأستاذ رياضيات ولد العايل شبه منحرف كريم هذا واحد راجل كريم جوج بمرا كريمة ولد العايل صدقوه للجيران خوت الكرم يعطاهم سيدي ربي صدقوه لهم سي منصف ومشاهد منصف منصف شنو هو الحيوان اللي كيعطينا الصوف الموطن برافو ولدي تشفقت على ولدي شنو هو الحيوان اللي كيعطينا الحليب لاباش البقرة برافو ولدي شنو هو الحيوان اللي كيفيقنا في الصباح بابا دابا هذا شوف سير الله يمسخك تشفقت على منصف برافو منصف احسن هضره قلتي هي في الاخر يا قلبي ما قالش اما راه قلت خو صاحب الضربه نسبة لاحمد الحريشي حتى حنا غادي نعملوا الشعر ماشي زعما نعملوا وحدك اخي اجي اش ما قال قلت خمس سنين في التحضيري وانا ماشي الشعر قلت لهم احمد الجمعة لا 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 انت زيد خمس سنين في التحضيري غتقول داك الشيء ديال التحضيري لا ما تخممش انا غادي نقول قصيدة شعرية ديال مرء القيس انت غتردها بجبلية انت تقول الشعر وانا نقول عبد الحق يلا سير انا ربي يلا سير اخي يلا سير يا ربي سي احمد ما تشيرتها شي حاجة قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي اوقاف ذا المسخوط نبكو ونخطو على رحمة والشر ديالة والنوادة بالعالمي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجته من جنوب وشمال لما رب الكانون خبز بقي بقات فيهم لا غديك ولا شرقي أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت أزمعت صرمي فأجملي أرحمة برك علي من دلشوش وإلا كنت مشى في النوالة خليني وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي أسلس من ديبك مضرة اجرى تنبح ولا تكعور بالحوامي مكرم مفرم
بكريم فر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. امشي ونجي وجري والكعبة وانا بحال بنسي اللي تكعور مع الهندي. لا بسمع سينا شي جاي من بيرك غدا غيدعينا النقابة الشعراء. هذا ماشي الشعر، هذا غير شعرية. هذا عواشركم مباركة والحمد لله احنا ما بين عواشر، يعني ما كتجي طبقك عواشر حتى كتشبرك وحده اخرى. ايوا الحمد لله اخي جمال، حنا عندنا بين عواشر عواشر العواشر. المشكلة احنا في رمضان ديما كنطيحوا في واحد المشكل، قالك حتى يصوموا هذوك يصوموا هذوك وهذوك اللي مع الدورة وهذوك اللي طالعين في عقبة وهذوك اللي تحت الكاترين عاد كنصوموا حنا. واش عباد الله ثلاث ايام في رمضان وكتبروا واحد جوج شافات صافا كيتذاكروا ها الحاجة زاهية وكيقولوا رمضان هذا العام وحال واش غايجي وسكتي الحق رمضان راه في ساعة ودي خصو الفيزا ويجي. انا ما نتصوموش من الفيزا، انا نتصوموا واحد المرة مسكينة طمعوها سطحت رمضان مش سطحت العمارة مش شهر رمضان خبتاتهم. لا دا رمضان لا والله لا غدا والله ما غدا رمضان غدا والله ما غدا غدا والله ما غدا رمضان غدا والله ما غدا. ملي مشى صافي الحاجة صافي، ملي مشى وجبرو كتشوف تراكات فارماسية كتشعل وطفى الحاجة. انا السؤال اللي مرولني وبغيت مابغاش يتفهم لي هو سقسي اوليدي سقسي اوليدي صمتي رمضان وزيتي ثلاث ايام علاش؟ شاطت لي الحريره اوليدي وشنو هذا الحريره شنو هذا؟ ضروري نجيب الحريره وصافي وباقي عندي اليومين علاش؟ الشباك ديالها غا الله يهديك الحاجه الله يهديك. قبل كنا كنستقلوا رمضان بواحد الحلاوه يا سلام الا عقلتوا معايا كانوا النساء كيطلعوا السطوحه وصلات وسلام وزغارات ونعوا وستيتوين كيبقاو يجريو سلام كنت كيجري علاش ما عرفتش علاش مسطح باق ما عرفتش علاش. ودابا فحال اللي كتنزل عينا شي ساعه صاعقه نور الدين اش كاين غادي تخلع شنو غادي مشيتي فيها ياك لاباس غدا رمضان غدا رمضان اي والله غدا غدا قسما بالله شكون اللي غيتسكتوا لي سير الو شوف الوالده سباكيت الحمص الزيتون الشباكيه الماكله 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 غير الماكله عباد الله. وسبحان الله الشعب المغربي الوحيد اللي ما عندوش ساعه ديال الماكله فهو ياخذ ما دورتي تجبرو كيضغط واش عندك عن موت من الجوع ماشي مساله ديال الجوع ولات فينا قاعده بسم الله الرحمن الرحيم الفم الى ما هضر في الناس ياكل. كانوا في الصباح عندكم البرنامج ديالنا كانوا في الصباح كنفطر كنخرج كنتقهوى كنرجع كنتغدى كنعمل شي غميطه وكناكل شي بركه كنخرج كناكل كلاص كنرجع كنتعشى وكنعس اش من كنعس كتبع صاره بزريعه زعما الصاره بزريعه ما تدوزش شي يا ناعس وكيكم راه شنو كيكم؟ عرفت كيف دابا؟ انا مام نام 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 انا نام 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 الله يهديك يا شريف الله يهديك سحرنا ولا لا؟ ايوا سحرنا شنو سحرنا؟ ايوا شنو كتهضر شنو سحرنا؟ والمشكلة كتجبر البرامج ديال النصائح وفيه الماكلة. سؤال يقول امرأة طلقها زوجها فرفعت عليه دعوى في المحكمة الابتدائية فما رأيك في هذا؟ هذه المرأة التي طلقها زوجها أعد سؤال امرأة طلقها زوجها فرفعت عليه دعوى في المحكمة الابتدائية سهلة ما رأيك في هذا؟ هذه المرأة التي طلقها زوجها دفعوا عليا علاش؟ لأننا حتى متقول شوفي غير العزارة عطا الله. شكرا شكرا. سؤال اخر، رجل ياكل العدسه واللوبيه والبيصاره ورجل اخر ياكل الدجاجه المحمره فما رايك في هذا؟ هذا الرجل الذي ياكل العدسه واللوبيه والبيصاره فلا ذنب عليه ويغفر عليه، اما الرجل الذي ياكل الدجاجه واللحم الممخره اش عنده؟ فهاتوني بعنوانه تمشي عنده يا الزريدي كنعرفك يا بوكش. كتجبر مرأة من فرنسا كتزرع على ولدها معمرة في المغرب. شفتي اختي دابا حنا في فرنسا دابا حنا عايشين في فرنسا دابا ملي كنكونوا في لافخونس ماشي بحال هنا في المغرب دابا ملي كنكونوا في فرنسا في فرنسا دابا حنايا غير كنكون فرنسا 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 كانت تسمع عاتي مشيتي مهيطة فرنسا فرنسا. عندي واحد ولدي منظم في حياته ما عتيقنيش. ايوا كيفاش كينظم بحال كاش؟ ها الولدي هذا تصور كينوض في الصباح في 8 كيمشي للخدمة كيجيب الوحدة كيتغدى عنده اسيست مع الخمسة السبعة كيتعشى وكينعس. شفتي هذا النظام؟ سا سي بور توجور دائما دائما. ايوا بحالنا هنا لا ما يمكنش حنا في فرنسا وحنا في المغرب حكرتينا ولا؟ قول لي كيفاش؟ انا ولدي منظم على ولدك سي با بوسيبل. انا ولدي شوف انا ولدي مع السبعة الصباح كيكون فطار بصح مع الوحدة كيكون تغدى تغتريك والله الثمانية ونص ماي كيكون تعشى ونعاس. ايوا بحالنا الحق من الصاوي بقى يبدا من يخرج من الحبس. اي والله يفوق صراحة توحش
توحشوا مسكين. شكرا لك الله عليك. اجي انا قلت لي شي اجي دابا تينا في المغرب واش ولدك كيكمين؟ لا حاشا حتى كيكون سكران عاد كيعملوا كاملين وكتفر مع 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 هاد العواشر كيكون ديك سيرة الرحيم. المرأة دات ولدة معاها واحد ولدها تحطو على الجرح يبرع الحلاوة ترافت. إيوا الحبيبة كيف نتينا ماما مولا معاها شنو كاين؟ ما راهش مبوة واش مبوة قد كاينة كتقول مبوة ولا معوطة؟ مبوة هادي معوطة هادي؟ اه أولدي الله يرضي عليك قولها بحال كيقولوها الناس كبارين. الناس كبارين؟ مبوة هادشي اللي كضحك عليك أنا مبوة أودي الله يرضي عليك أخاتي دابا غاتجي غاتنزل كلشي. اه كتجيب لها غير آتي شكون سمعتها؟ مع ربك أختي كتجيب لها غير آتي غير آتي غير آتي. إيوا الحبيبة كيف نتينا؟ ها؟ ياكل داك السفنج ما كياكلوشي. كياكلو ماما ما السفنج كانت قاتلة. اسكت اسكت غنعض باباك اسكت. لكن العود اللي فاتو يا صاحبي شنو هو يشرب لك اتاي ما كيشربوشي كنشربو عرفتي ما بغيتش نمس السفنج في اتاي طلعت شي حق الله يا دابا ما تبعلق كيف قلت لك ها ياكل داك اللحام ما كياكلوشي كانك لا يا حبيبه شكرا وخلق الله عليكم وعواشركم ورحمة الله خليكم ديما ناشطين. وشكرا للسعد العظيم شكرا لسيليا شكرا لجميع المنظمين تبارك الله كان واحد المجهود جبار كل شيء هذوك اللي طيبوا الناس اللي طيبوا داك الشيء تبارك الله عليكم ربي يخليكم ديك الليديدات وعاودوها غدا ان شاء الله باش نجيو عاوتاني تبارك الله عليكم. شكرا وتحيه للفنانين معنا السي بكر ما تبارك الله عليك شحالنا شنا مسكين اليوم حصلنا الشرف اننا نجمع مع سي زين العرب الاندلسي تبارك الله عليك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.